ten jefeth ne yo khne fran me chue sen tini gom kirie floge sone to kata lo kana ge yo evange
حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان، ولكن متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكن عليه ويوزع غنائمه. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها من، يطلب راحة وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيجده مكنوسا مزينا، ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من الصوم المقدس، والحديث مازال مستمر من أول يوم السبت اللي فات لحد النهاردة عن غلبة السيد المسيح وانتصاره على مملكة الظلمة اللي هي جاي مخصوص عشان يغلب لحسابنا. احنا عارفين صحيح ان اسبوع الصوم بيبتدي من الاثنين ينتهي بالحد، الاسبوع الاول يبتدي بالاثنين وينتهي بالحد، يبتدي الاسبوع اللي وراه من الاثنين للحد، لكن في الخط الفكري للقراءات بيبقى دايما مترتب من السبت للجمعه، يبتدي في الأسبوع الأول من سبت الرفاع لحد الجمعة من الأسبوع الأول، والخط الفكري اللي بعديه يبتدي من السبت في الأسبوع الأول لحد الجمعة في الأسبوع الثاني، الخط الفكري اللي بعديه يبتدي من السبت في الأسبوع الثاني للجمعة في الأسبوع الثالث اللي هي النهاردة، وهكذا. فالحديث طول الأسبوع ده عن المعركة بين مملكة النور ومملكة الظلمة. السيد المسيح جاي علشان يحرر الإنسان ويطهر الإنسان ويغير الإنسان، جاي علشان يدي للإنسان حرية من عبودية إبليس، ويديله النقاوة اللي فقدها لما تلوث بالخطية، يديله طبيعة جديدة وحياة قوية غالبة. ولذلك النهاردة بيكلمنا عن القوي والأقوى. بيقول القوي ممكن يبقى متكل على سلاحه الكامل ومتسلح في داره، ويفضل مسيطر على الموقف لحد لما يجي من هو أقوى منه ينزع سلاحه المتكل عليه وياخد كل اللي كان عنده. القوي المقصود به عدو الخير اللي قدر يوقع البشرية ويسبيها ويبهدلها
يدخلها في وضع العبودية ووضع المهانة، والبشرية كان لا حول لها ولا قوة. آدم وقع وكل ذريته وراه، فكنا محتاجين من هو أقوى اللي يجي يدخل المعركة، يلبس زي الجنود ويدخل المعركة على أرض العدو. هي أصلا أرض الله، لكن العدو مختصر يدخل يحارب. ملك الملوك شايف ولاده الغاليين عليه اتهزموا واتسابوا، فقال لازم أخلصهم، فلبس لبسهم، خد جسدنا واتحد بيه ودخل يحارب معانا، ودخل وعدو الخير تحداه. وزي ما شفنا في يوم الحد اللي فات ازاي بيجربوا نفس القراءات اتكررت يوم الاربعاء، وقف يتحداه السيد المسيح غلب، هذه الغلبة تكون لحسابنا. علشان كده احنا محتاجين جدا نبقى ثابتين في ربنا يسوع، لانه هو الغالب وبيه نبقى غالبين. وهو قال لنا بعد كده، قال لنا انتوا لازم هتغلبوا امتداد لغلبتي، وانا هغلب فيكم. واذا كان العالم هيكون في ضيق ما تخافوش، تشجعوا ثقوا انا قد غلبت العالم، وانتوا فيا وبيا تبقوا غالبين. بيه وفيه نتحرك ونتطهر نتغير، نتحرر من كل عبودية. مش معقول ولاد ربنا اللي ثبتوا فيه، اللي عملوا عهد معاه بالمعمودية، اللي بين إيديهم وصاياه، ويبقوا مغلوبين ويبقوا مستعبدين لعادات سيئة وتصرفات غريبة عن ولاد ربنا. ايه معنى ان ناس تيجي في بعض المناسبات تشرب وتسكر؟ دي حاجة تناسب ولاد ربنا؟ حاجة عجيبة. ولا ربنا بيديهم شوية فلوس يروح يشتروا بيها الحاجات دي؟ ايه معنى ان ولاد ربنا تيجي احتفالاتهم يبقى لها شكل غريب كده؟ هم عبيد ولا ايه؟ هي لسه الخطية مسيطرة عليهم؟ هي الامور دي تبني؟ ما كل الاشياء تحل ليه، لكن ليست كل الاشياء تبني. كل الاشياء تحل ليه، لكن ليست كل الاشياء توفق. كل الاشياء تحل ليه، لكن ليس شيء يتسلط عليه. لا يتسلط علي شيء، والا ابقى رجعت الوضع العبودي. يبقى غلبه المسيح على ابليس انا ما استفدتش منها حاجه، ما خدتش منها حاجه. دي لي انا، دي لحسابي انا، ازاي ما اخدش منها حاجه؟ ازاي تفضل امور مستعبداني، الفاظ معينه ماسكه في لساني مش عارف اتخلص منها، الفاظ سيئه مش بتاعتي. ده افضل في عبوديه لشهوات معينه في العالم مش عارف اخلص منها. يعني ايه مش عارف اقفل القناه دي؟ يعني ايه مش عارف اقطع سكه الخطيه دي؟ ازاي ولاد ربنا يعيشوا لسه في وضع العبيد المغلوب امرهم؟ يعني ايه ولاد ربنا اللي بيتبعوا المسيح الغالب صاحب السلطان اللي عطاهم السلطان ان يدوسوا الحياه والعقارب يبقوا مغلوبين؟ مغلوبين من سيره الارضياء في الاعمال الرديئه. ازاي ولاد ربنا يبقوا في مملكته ومغلوبين؟ مش ممكن. ولاد ربنا المسيح جاي عشان يديهم الغلبه، يحررهم من كل ضعف، مفيش حاجة تتسلط عليهم أبدا. أيضا في المسيح مش بس نتحرر لكن نتطهر. سيد المسيح جاي ينقينا، ينظفنا، يطرد عننا كل حاجة مش نظيفة. وكل ما الإنسان بيعيش في العالم ويمكن غبار العالم بيجي عليه، يجي ينفضه عند المسيح هنا، ويغسل ثيابه ويطهر ثيابه ويبيضها في دم الخروف، يجي يقدم خطايا قدام ربنا ويعترف بيها، وأبونا بياخدها يحطها على الذبيحة، لأن المسيح هو حمل الله الذي أتى ليحمل خطايا العالم. جاي عشان ينقينا، ياخد حتى الأشواك
اللي تعبانة ومضايقانة ودخلت في حياتنا ياخدها يحطها على جبينه ويقول أنا أشيل عنكم، جاي ينظفنا وينقينا. والخطية حمل، مش بس حاجة كده مش نظيفة، لا، دايما أحمال الخطية بتتعب القلب وتتعب النفسية. حمل السيد المسيح جاي يطهرنا منه. سر الاعتراف ده المفروض كده يتكتب يافطة كبيرة كده عليه من فوق بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. ده سر الراحة، سر إن الإنسان ينظف نفسه ويرجع كده فايق، يعرف ياخد نفسه تاني بعد ما الخطية تكون خنقته وطمست بصيرته وطمست فكره، يرجع تاني فوق وزينه ينور. مسيح يحررنا ويطهرنا ويغيرنا. الإنسان اللي بدأ يدخل في شركة مع المسيح ميوله بتتغير، فكره بيتغير، بيتجدد كل يوم، بيتجدد كل يوم، يسمع كلمة ربنا ويقعد مع الإنجيل وينبش فيه ويخطط ويفكر ويتأمل. كل يوم فكره بيتجدد، كل يوم يجي الكنيسة ويسمع كلمة ربنا ويسمع القراءات والعظات، ذهنه يتجدد وسلوكه بالتالي يتغير. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. الإنسان دايما عنده رغبة في التجديد. طبعا أهل العالم بيستغلوا هذه الرغبة فإنهم يجددوا له الموديلات والموضات كل حاجة. النهاردة عايزين يجددوه الموبايل والعربية والأزياء والأشكال بس الحاجات دي مهما تجددت ما بتشبعش الإنسان. يفضل الإنسان يبحث عما هو أكثر جدا ويدور على الجديد. قديس نار إسحاق يقول النفوس اللي زي كده ما تشبعش أبدا وتتوه في السكة، بيشبهها بالمركبة التي تفرد قلوعها لكل ريح. تخيلوا المركب بتاعت زمان، المراكب بالشراع، لو فردت قلوعها لكل ريح عمرها ما توصل لهدفها، مرة يمين ومرة شمال زي القصبة التي تحركها الريح. هكذا النفس المحبة للأشياء الجديدة من أمور العالم اللي ما توصلش الإنسان أبدا لهدف ولا تشبعه. لكن الجديد دايما عند ربنا، دايما بنتذوقه جديد، دايما بيجدد فكرنا وبيجدد المذاق اللي احنا بنتذوقه في الحياة معاه. واسألوا كده الناس اللي عاشت مع ربنا 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة واربعين سنة، يقول لك ربنا حلو كل يوم بدوق جديد، ما زهقتش من القداس؟ لا ما زهقتش، ده كل يوم بدوق في حاجة جديدة، كل يوم بستطعمه من جديد بلاقيه أحلى وأحلى، حاجة جميلة أوي. الإنسان الغلبان اللي كان المسيح بيشفيه في الفصل اللي طار علينا دلوقتي من لوقا 11 بيقولوا كان أخرس، كان في وضع عاجز. لما السيد المسيح غلب الشيطان اللي فيه وطهره اتجدد، بدأ ينطق، بدأ يمجد ربنا، بدأ يعيش حياة جديدة. التوبة تجديد للحياة زي ما بيقول الشيخ الروحاني، التوبة هي أم الحياة، طوبى لمن يولد منها. كأن إنسان بيتولد جديد كل يوم. فالسيد المسيح يحرر ويطهر ويغير إلى أفضل، إلى أفضل باستمرار. وفي قراءات النهاردة الكنيسة بتلفت نظرنا لعنصر هام أساسي للغلبة وهو الإيمان. مهما الإنسان جاهد بدون إيمان ما ياخدش، لازم يجاهد بإيمان وثقة في قدرة الله على تجديده وتغييره وتحريره وتطهيره. يبقى عنده ثقة كاملة في ربنا، بيجاهد وحاطط قدامه إن تعبه ده ليس بلا منفعة، إنه جميع الذين ينتظرون الله لا يخزون. بيجاهد بإيمان،
ويقول كده معلمنا القديس يهوذا في رسالة الكاثوليكون بيقول كده: ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس. الصلاة والجهاد مبنية على أساس من الإيمان، إيمان استلمناه من القديسين، إيمان بقوة الله، وإيمان بمحبته، وإيمان برعايته، وإيمان بأنه هو شرينا مش ممكن يتخلى عننا، وإحنا كمان مش ممكن نتخلى عنه. إيمان بأنه قادر على تطهيرنا، قادر على إشباعنا، وقادر على العبور بينا في غربة هذا العالم، العبور بينا فوق كل متاعب العالم. إيمان ولاد ربنا عندهم إيمان ورجاء في الحياة الأبدية، إيمان إن تعبهم لهم كفئته، إن جهادهم ليس بباطل وتعبهم ليس بباطل في الرب. عندهم إيمان إنه في سحابة من الشهود ومن القديسين بتحيط بيهم وبتشجعهم، وكانوا أبطال إيمان. هذه السحابة من الشهود والقديسين كانوا أبطال إيمان، فإحنا لازم أيضا نسلك معهم في طريق الإيمان، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، السرور بخلاصنا، من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول يكمل في عبرانيين 12: فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومة لنفسه مثل هذه، لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، يعني جهدوا ولسه، يعني انتوا وصلتوا للدم، ده شوية صيام صغيرين بنصومهم لحد الظهر، ده شوية تعب يعني عشان بنصحى بدري وبنيجي الكنيسة ولا بنعمل كم مطانية، احنا تعبنا في ايه؟ قاومنا لسه؟ وصلنا لمستوى الجهاد حتى الدم؟ لا، احنا محتاجين نقوي ايماننا اكتر. ساعات ناس واحد يفرح كده بإيمانهم، يبقوا حالتهم الصحية ضعيفة جدا، وناس كبار في السن، ويجهدوا ويصوموا قطاعي كل يوم، وينكسروا ويعملوا مطنيات، ولو كانوا تعبانين شوية وقعدوا كم دقيقة في القداس مش قادرين يقفوا، يبقوا زعلانين عايزين يقفوا كمان، عايزين يجهدوا. هو ده الدافع بتاعهم، إيمان، إيمان وحب، إيمان بأنه أبوهم السماوي ينظر ويجازيهم علانية، إيمان بأنه خفة ضيقتهم الوقتية تنشئ لهم أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. إيمان أساسي للرحلة، الإنسان من غير الإيمان مش هيكمل الرحلة، رحلة شقة فيها متاعب وفيها صعوبات وفيها مقاومة من عدو الخير، ولكن بالإيمان الإنسان يكمل، ما يمشيش خطوتين ويرجعهم زي اللي ذكره السيد المسيح في آخر فصل الإنجيل النهاردة. قال كده، قال ما يجيش واحد بعد ما أديله النعمة وأطهره وأغيره وأقدسه وحرره يسيب نفسه فاضي، يسيب نفسه ضعيف، ما بيتغذاش، ما ملاش قلبه بالنعمة، ما بيتغذاش باستمرار، ما ملاش مصباحه بالزيت باستمرار. النتيجة إيه؟ يبقى مطمع لعدو الخير، مطمع دايما. الإنسان اللي فاضي من جوه يطمع في عدو الخير، فجه يفكر بعدو الخير قال يا سلام، طب ما نرجع له تاني، زماني وحشته، فأنا أروح وأخذ معايا كام شيطان كده من اللي بيعرفوا يعملوا إغراءات، وأروح أعرض عليه، يأتي إلى ذلك البيت فيجده فارغا مكنوسا مزينا. طب هو لما يبقى مكنوسا مزينا مش لازم يتملي بحاجة نفعة؟ مش لازم يتملي بالنعمة؟ يتساب كده مكنوسا مزينا، يبقى كده احنا أكملنا كل بر وفاضي. دايما الإنسان اللي عنده فراغ ضعيف، فيجي الشيطان ويحاربه ويقضي عليه ويدخل ويقول عنه كده يسكن في ذلك البيت، فتكون أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله، بيسيطر عليه تماما لأنه كان فاضي وفارغ من جوه، لا في إيمان
ولا في جهاد ولا في نعمة بيتغذى بيها باستمرار فيبقى مطمع لعدو الخير. عشان كده احنا محتاجين نثبت في المسيح علشان نبقى غالبين معاه، نتحرر نتطهر نتغير باستمرار ونتزود بالإيمان باستمرار. من عشرة ربنا بينمو إيماننا، ومع نمو الإيمان ننمو في الجهاد وننمو أيضا في الشبع بربنا والتزود بالنعمة. رحلة الصوم رحلة غلبة ورحلة انتصار مع المسيح اللي صام وغلب. هذه الرحلة اللي احنا مدعوين ليها لكي نكون مع الغالبين باستمرار، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.